ازاي اقدر اتعلم بطريقة صح في بيتي؟ يا جماعة تركزوا اول حاجة على الاسكولتا التيفا، يعني يبقى عندك حسن انصات واستماع، ده قبل اي حاجة في الدنيا. عشان تتعلم لغة صح لازم تبقى بتسمع صح، فحط لكم هنا سلسلة اغاني انا ترجمتها لكم علشان خاطر كل شهر انا كنت ماشية بالمبدأ ده، كل شهر بالظبط اخد اغنية واحدة اذكرها بحذافيرها بتبقى مترجمة، اكتبها بالورقة والقلم واقعد اذاكر في كل كلماتها. دي اول حاجة. تاني حاجة الجراماتيكا، لازم تبقى عارف قواعد لغة. كده احنا عندنا الاسكولتو صح وعندنا الجراماتيكا صح، ناقص اخر بارت اللي هو الكونفرساتسيوني. طيب الكونفرساتسيوني دون نبراكتس اللغة شوية مع بعض، بلس ان انا هسيب لكم حاجات تساعدكم ان انتوا تسمعوا كونفرساتسيوني محادثات، علشان لما تسمع كويس وتبتدي ان انت تحفظ الاكسبريشن الدنيا تبقى احسن معاك. يلا ربنا معاكم وان شاء الله هتتكلموا بيرفكتامنت وانتوا في مصر، يعني مش محتاجين ان انتوا تسافروا بلد تانية علشان تتعلموا اللغة اطلاقا. انا اصلا عمري ما سافرت ايطاليا، من صنع ماي ستاتي ايطاليا، ولما فكرت اسافر لقيت الكورونا جت، يعني انا ما بحبش اتكلم عن حظي كده. باي.